الحين بدأنا كما قلت في سؤالك، العداد صفر، أصبحت الأندية الآن أمام ولادة جديدة. النقطة المهمة جدا أنه بعد تغيير إدارات الأندية بالذات الجماهيرية، كان في جدل في الشارع الرياضي، وأنه تعرف ساحتنا للأسف الشديد في كثير من ملامحها لا تقدم النوايا الطيبة حول هذه الإدارات وقدرتها على قيادة الأندية، وأنه أصبحت هيئة الرياضة تتدخل في شؤون هذه الأندية وخصوصا في وضع الرؤساء. هذا الوضع، تسلسل الأحداث الآن يكشف لنا لماذا وضع هؤلاء الرجال. احنا نعرف الآن أنه قضايا خصوصا في الفيفا بعضها حكم فيها وعوقبت فيها أندية سعودية، بعضها صدر فيها أحكام الآن واجبة النفاذ، بعضها منظورة، ما زالت قضايا كثيرة على كثير الأندية، وفي بعضها لم ترفع فيها القضايا للآن. هذه المشاكل أحدثت، هذه القضايا أحدثت سمعة غير جيدة عند الأوساط العالمية، بالذات الاتحادات القارية، الاتحاد الدولي، وكثير من الأندية في قضية التفاعل مع هذه الأندية في التعاقدات. أصبح وجود رؤساء مكلفين أربعة الآن، أنا وجهة نظري إنها محصورة وفق اعتبارين. الاعتبار الأول اللي هو خروج الأندية، لما تنهي الأندية صفر ديون ثم بعد عام كامل، إن شاء الله نلتقي السنة القادمة أنتم بصحة وعافية وجميع من نحب، آمين. بعد عام كامل نلتقي ثم نكتشف أنه عام كامل لا يوجد على الأندية السعودية أي قضية بعد فصل هذه القضايا. إذا هذه ما زالت خطوة من هيئة الرياضة، جميل. اللي هي خطوة لقاحية لضمان عدم تكرار الحدث بوجود رؤساء مكلفين لفترة معينة. الأمر الثاني اللي كنا نظنه، يعني حتى موضوع الديون هذا أحدث رد، يعني تسديد الحكومة ومكرمة الأمير محمد بن سلمان للديون أحدث ردة فعل. كنت أنا من الناس اللي أعتقد أنه هذه التكليفات وهذه التحول كان من باب تهيئة الأندية إلى الخصخصة. الآن أصبح واضح تماما توجه الدولة وتوجه هيئة الرياضة، خصوصا في مسألة رؤساء الأندية المكلفين والإدارات. طيب. اللي قيمت نشاهد أن كلها شابة، إدارات شابة. نتوقع والعلم عند الله أن السنة القادمة الأندية السعودية صفر بإذن الله في قضية القضايا الخارجية، وبالتالي صعب جدا على مستوى الرياضة وغير الرياضة، إذا فقدت سمعتك صعب جدا تسترجعها إلا بعمل شاق أو عمل بطولي. صحيح. بدأت أول ملاحم العمل البطولي بمكرة الأمير محمد بن سلمان، الله يحفظه. الله يحفظه. طيب أحمد العقيل رئيس